Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Nur Alisha Barkis binti Muhammad Nur, Min Falls MCT 3AA. Ana Muhammad Hakim bin Abdul Aziz, Min Falls MCT 3AA. Alisha, Assalamualaikum. Kaifa haluki? Hakim, Waalaikumsalam. Ana bilkhair. Wa anta? Wa aina kazalika wa alhamdulillah. Ya Hakim, ma aina kintu? Ait min Qatar fi akhir al-utlah. Wow, kaifa hiya al-hiwal hunaka? Alhamdulillah, al-wadi'a hunaka jayyid. العديد من الأماكن المثيرة للاهتمام لزيارة جميلة جدا. ما شاء الله، عطلة ممتعة جدا. ماذا عنك يا آليشا؟ ماذا فعلت العطلة الماضية؟ لقد عدلت من إجازة في لانكاوي مع أسرتي. هل أنت؟ ذات مرة عندما أتابع وكالة السياحة مع أصدقائي، كم يوم أنت هناك آليشا؟ أنا في إجازة لمدة 3 أيام وليلتين. الإجازة هناك سهلة لغاية لأنك لو تحتاج إلى جواز سفر أو تأشيرة. أنا أتفق معك، كما الخطوط الجوية أرخص وأسرع لي هناك. هذا صحيح، ومع ذلك ما زلت بحاجة إلى مرشد سياحي وخريطة التجول في لانكاوي لأنها المرة الأول لي هناك. ماذا تركب هناك يا أليشا؟ ذهبت بسيارة هناك. كيف إجازة في قطر؟ في قطر لدينا أيضا مرشد سياحي وبرامج سياحي معدة لزيارة أماكن مثيرة للاهتمام مثل المتاحف وحديقة الحيوان. الحمد لله، أنصحك بهذا يا رجل إن سافر. شكرا أليشا، سوف أخذ نصيحتك بجدية. يا حكيم، هل قمت بالتسوق في قطر؟ نعم، لقد قمت بالتسوق في مركز التسوق، كما أرسلت إطرا من قطر إلى ابن عمي. واو، يجب أن تكون رائعة العيد. الذي أشتشتره هناك ذهابة، أليس كذلك؟ أنت صحيح، عقبة جدا، مناسب للنساء والرجال. هل تتسوق هناك أيضا يا آليشا؟ نعم، أنا أيضا أتسوق في لانكاوي. نشتري الشوكولا للعائلة. أنت جيدة، ماذا أشتريت لنفسك هناك يا آليشا؟ أشتري أحذية من متجر أحذية نايكي. قال مروج هناك أم سعر الأحذية في لانكاوي الغاز من الأماكن أخرى. أنا آسف، ضروري أن أنصرف علان. يا أليشا، إلى اللقاء. لا عليك، مع السلامة.